السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نواصل سلسلة التقليم، وفي هذا الفيديو راح إن شاء الله نتكلم عن طريقة القطع لما نبغي نقلم. فعندي هذه الشيرة طبعا صارت طويلة جدا، فما تبين عندكم تقريبا طول الأغصان وصل مترين، فأحتاج أقلمها على أساس القصيص أقدر أراجعه. طبعا هذه شجرة سمر، شجرة برية، فراح أجرب الكاميرا أكثر وراح أبين لكم كيف نقطع وين نقطع، بما أن احنا فهمنا سبب أو الأسباب اللي نقلم فيها الأشجار أو الأغصان. فراح نجرب الكاميرا ونشوف كيف احنا نقلم أو كيف نقطع الأغصان بهدف التقليم. عندي هذه الغصنين، فراح أبين لكم في غصن واحد الطريقة الصحيحة للقطع والطريقة الخاطئة للقطع. عندي هذه الغصن، راح أبين لكم الطريقة الخطأ للقطع. لازم ننتبه أن عندي هني مكان اللي كان فيه أوراق، فهذه غدد الشجرة ممكن تنمو منها بعد التقليم. فلما أنا أي أقطع لازم نفهم أن لو قطعت فوق غدة مشاهدة هذه الجهة، مشاهدة هذه الاتجاه، أنه مو راح يطلع من هذه الغدة فهذه الاتجاه. إذا أبغي أوجه النمو إلى الداخل أو إلى هذه الجهة، أقطع فوق غدة تكون مشاهدة هذه الجهة، لأن النمو راح يطلع من الغدة اللي أسفل القاطع وراح يتوجه إلى هذه الجهة. هذه هي القاعدة العامة لاختيار مكان التقليم، طبعا إلى جانب الطول والهدف اللي تكلمنا عنه. فإذا أنا عندي هذه الغدد، مثلا عندي هذه هني غدة، خطأ أن أنا آيي وأقطع في نص الغدة، هذه خطأ، لأن الحين أنا ذبحت الغدة ما راح تنمو، هذه الغصن راح يموت، النمو راح يطلع من هنا، راح يصير عندي خشب ميت. هذا الخشب الميت ممكن يكون مكان تدخل فيه الحشرات والأمطار وكذا، ويصير فيه عندي تعفن أو فطريات وتسبب لي مشكلة في الشجرة نفسها. لو قلنا أنا أبغي هذه الغدة، هذه أيضا طريقة خاطئة، ولكن أنا أبغي هذه الغدة وراح أقطع فوقها بشوي، هذه صح أن أنا أترك مسافة فوق الغدة بشوي. طبعا يعتمد من نوع الشجرة، من شجرة إلى ثانية، لأن في أشجار القطع شوي يموت منه الغصن، فنترك مجال شوي وممكن ننظفه في وقت لاحق. ولكن عموما أنا لو بغيت هذه الغدة حلو، فويت وبشكل صحيح تركت مسافة بسيطة وقطعت، ولكن قطعت بشكل مسطح، هذه خطأ أيضا، لأن مع المطر أو الري أو أي شيء الماء راح يوقف فوق وراح يتجمع وراح يكون مكان للفطريات. بالمقابل أنا عندي هذه الغصن اللي فوق، لو قلنا مثلا عندي هذه الغدة، هذه الغدة أنا أبغيها، أبغى أحفزها، فراح أقطع بدل ما أكون بشكل مسطح راح أخذ زاوية على 45 درجة وأقطع. فهذه القطع المنحني لو صاد ماي راح ينزل الماي وما يحتفظ بالماي فوق. فهذا هو الهدف، إن إحنا نقطع على زاوية ما نقطع بشكل مسطح، هذا هو الهدف الرئيسي من القطع على زاوية منحنية، على أساس الماي ينزل وما يتجمع على سطح القطع أو الغصن ويتجمع ويسبب لي فطريات وعفن. الحين بما أني قطعت، فاللي راح يصير أن الغدة هذه والغدد اللي تحت راح تنشط، لأن الحين الطاقة اللي كانت رايحة أن تنمي هذه الغصن كله راح تتوجه إلى هذه الغدة، وراح ما تلقى مكان اللي كانت رايحة فيه، فراح هذه الغدة تنتعش وراح يصير في عندي نمو مرة ثانية. فراح أيضا معاكم أصلح هذه القطع. في فيديوهات لاحقة إن شاء الله راح نتكلم عن تشكيل هيكل الشجرة عن طريق التقليم والهيكل الصحيح أو الهيكل اللي نبغيه، بالذات للأشجار المثمرة أو أشجار الزينة، بما أن احنا الحين فهمنا أسباب التقليم والهدف من التقليم. فعندي هذه الغدة
بهذا الشكل، فصار عندي قطع نظيف مثل ما احنا شايفين. فهذه هي طريقة التقليم الصحيحة. فهذه ايضا اتمنى انه يكون فيديو بسيط وسريع وخفيف، ممكن نرجع له في موضوع التقليم، وراح ان شاء الله نتابع سلسلة التقليم ونبين مواضيع ثانية ان شاء الله في التقليم على مر هذه السلسلة ان شاء الله. فأتمنى ان استفدتوا من هذا الفيديو البسيط والسريع على موضوع كيفية القطع، بغض النظر اذا كان مقص زراعي او المقص الكبير او بمنشار راح نقطع، لازم نفهم الاساسيات ونطبقها ولو كانت بادوات ثانية ان شاء الله. فهذه شيء لازم نفهم الاساسيات اول قبل لا نبتدي ننطلق بادوات مختلفة او اساليب متطورة اكثر. فاللي عنده اي سؤال او اي استفسار بخصوص هذا الموضوع او اي موضوع ناقشناه بالتقليم او اي موضوع ثاني ممكن يتركها في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.